أعلن قائد منتخب المغرب السابق المهدي بن عطية اعتزال اللاعب نهائيا عن سن 34. وحظي بن عطية بمسيرة حافلة منذ التحاقه بالفريق الأول لمارسيليا عام 2006، حيث حمل ألوان كل من أودينيزي وروما ويوفنتوس في إيطاليا، إضافة إلى بايرن ميونخ، وتوج بألقاب عديدة في إيطاليا وألمانيا، كما لعب لنادي تحيل القطري قبل أن يختتم مسيرته في فاتح قراجمرك التركي. ودفع بن عطية عن قميص منتخب أسود الأطلس في 66 مناسبة خلال الفترة ما بين عامي 2008 و2019، حيث شارك في مونديال روسيا صيف 2018.